معانا مراسل اليوم السابع في المنيا حسن عبد الغفار. يعني استاذ حسن، ايه اخبار المنيا حتى اللحظه؟ محافظه المنيا مثلها مثل كل محافظات الجمهوريه حاليا، هي تشهد حاله من الكر والفر بين الامن وانصار الرئيس المعزول. عقب الاعلان عن فض اعتصامي ربعه والنهضه انطلقت المسيرات ومن المساجد المختلفة التابعة لأنصار الإخوان المسلمين خاصة في مدينة المنيا، وتم استخدام مكبرات الصوت للحشد للتواجد في ميدان بلد لتنديد بفض الاعتصامات. الأمن وتحديدا في الساعة التاسعة بدأ يأخذ احتياطاته الأمنية وقام بإغلاق الشوارع المؤدية إلى الأقسام ومراكز الشرطة في مختلف مراكز المحافظة، إلا أنها لم تسلم من مهاجمة أنصار الإخوان المسلمين عليها، وتم التعامل معها من خلال التبادل لإطلاق النار بين أنصار الإخوان المسلمين وقوات الأمن، والذي ترتب عليه سقوط إصابات كثيرة بين الأهالي والمتظاهرين وأفراد الأمن في بعض المراكز. حالة الكر والفر موجودة في مختلف مراكز المحافظة، وهناك إطلاق لأعيرة نارية والقنابل مسيلة للدموع بشكل مكثف. تم إخلاء مستشفى المنيا الجامعي المجاورة لمركز شرطة المنيا من الزائرين وطالبي العلاج داخل المستشفى بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل خفيف وإطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف، بالإضافة إلى أنه تم إشعال أنمار أو إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على كنيستين، إحداهما في دير مواس والأخرى في مدينة المنيا، كما تسمعين أن هناك إطلاق لأعيرة نارية متقطع بجوار أقسام ومراكز شرطة المنيا، كلما يتم اقتراب مجموعات من أنصار الإخوان المسلمين على مراكز الشرطة. كأنصار الإخوان المسلمين استهدفوا في المقام الأول شيئين، مراكز الشرطة والأقسام، بالإضافة إلى الكنائس لإحداث عملية الارتباك داخل صفوف أفراد الأمن. أيضا كانت بعض القرى قد شهدت خروجا مكثفا من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين للتوجه إلى مدينة المنيا لنصرة الإخوان المسلمين، وتوجهوا إلى ميدان بلد. الاشتباكات ما زالت مستمرة داخل المحافظة. عايز أعرف منك رد الفعل الشعبي، يعني المواطن في المنيا بيتقبل فكرة ممارسة العنف سواء على يعني المراكز الشرطية أو حتى على الكنائس أو على الشوارع، إطلاق النار مسألة عادية؟ المواطن في المنيا يرفض تماما أعمال العنف من الجانبين. من الجانبين؟ لحظة واحدة، من الجانبين؟ لا يعني هو بيرفض أعمال العنف وبيرفض القيام جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى أقسام الشرطة ومحاولة جر أفراد الشرطة وضباط الشرطة لتبادل إطلاق النار معهم، لأن مراكز الشرطة في محافظة المنيا تقع وسط الكتل السكنية. طب عايزة بس أستوقفك مرة تانية، لحظة واحدة، الشرطة بتطلق نار ولا بتطلق قنابل غاز؟ بتطلق قنابل غاز، وفي حالة إطلاق النار عليه ما تم إطلاق عيارة نارية في الهواء وحسمع أصوات العيارة النارية، لكنها لا تطلق النار وتوجهه على بالظبط. فما تقوليش تبادل إطلاق النار، ربنا يخليك، اللحظة مهمة والمصطلح فيها خطير. لا، هو يقوم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريغ الجموع التي تحاول اقتحام مراكز الشرطة، لأن مركز شرطة مطاي تم محاصرته من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين وحاولوا إشعال النار فيه، كما أيضا حاولوا مطاردة عدد من أفراد الشرطة، مما دفع قوات الأمن والأجهزة الأمنية لإطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف، بالإضافة إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء. هناك بعض من محاولة إثارة الشائعات بين المواطنين والقول بأن أفراد الشرطة يقومون بإطلاق النار على المتظاهرين، لكن هناك مجموعات كبيرة من المواطنين وجبهة 30 يونيو والقوى الثورية تحاول الآن تشكيل الجهادية تأمين مراكز الشرطة ومواجهة جماعة الإخوان المسلمين والوقوف صفا
بجانب افراد وامناء الشرطه. هنا القوه الثوريه بمحافظه المنيا بالفعل تؤكد على احترامها للتعامل من قبل افراد الشرطه ومديريه الامن مع انا بشكر حضرتك استاذ حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع من المنيا، وارجوك سامحني بس اللحظه لا تحتمل ان المفردات ممكن نقولها. هو خلي التعبير في اللفظ مش اكتر. طبعا ربنا يخليك، انا بس بعتذر لحضرتك لانه بجد اللحظه حساسه. بشكرك شكرا جزيلا.